متابعينا رجعنا لكم مرة تانية ومعايا الأخ والحبيب الأستاذ حسن زكي، شريك ومدير شركة الصفقات الرابحة للأعمال الدولية وحصريا إطلاق مبادرة صنع في مصر بأفريقيا. أهلا بك أستاذ حسن. أهلا بك أستاذ أحمد، شرفتني. يعني بعد معاناة إنك حضرتك يعني تفضي نفسك وتيجي لنا النهاردة، يعني إن شاء الله نعمل لقاء حلو والناس تستفيد بيه، وشرفتنا ونورتنا في بيتنا الثاني قناة صحة وجمال. يا رب يا باشا كده إن شاء الله يبقى المحتوى مفيد يا رب للناس، وإن شاء الله أبقى ضيف خفيف كده إن شاء الله يا رب حضرتك. إن شاء الله إن شاء الله. أهلا ولا زملكاوي الأول بقى؟ بأمانة 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 إسماعيلاوي. يعني ولا ده ولا ده؟ إسماعيلاوي. اسمع، طيب الأستاذ تامر عندنا المخرج بيقول إسماعيلاوي يعني زملكاوي. زملكاوي؟ والله يا مش شرط يعني. طيب مش شرط بصراحة، بقول لك بصراحة اهو. بصراحة مش شرط إسماعيلاوي يعني. طيب أنت خايف لا حد يكون واقف له بره المدينة ولا حاجة يا أستاذ تامر. طيب توقعاتك الأول في المباراة بتاعت النهاردة. والله هي أهم حاجة، حدث مهم جدا يعني. أول مرة في التاريخ الأهلي والزمالك نهائي مصري. توقعاتك ما تلفش عليا، توقعاتك أنت تتوقع إيه؟ لا الزمالك إن شاء الله. الزمالك. طب يلا هنعزم بعض على عشاء اللي يكسب. انا بتوقع 2-0 للاهلي. تمام؟ تمام ولا للتعصب. استاذ حسن، يعني كلمنا عن بدايه تاسيس شركه الصفقات الرابحه للاعمال الدوليه اللي بتصدر دلوقتي في افريقيا خارج مصر. وطبعا بعد زي ما احنا كنا عرضنا على جمهورنا الكريم ان احنا كنا بنعمل لقاءات في محافظه الاسماعيليه، ومن يعني كلام الناس الحلو عليكم وعن الشركه وعن النجاح الساحق اللي عملتوه، علشان كده اخترنا حضرتك انك تكون ضيفنا النهارده. عايزين نعرف تاسيس شركه الصفقات الرابحه للاعمال الدوليه من البدايه كده. اتفضل. والله من البداية احنا مجموعة شباب قررنا ان احنا نتجه للتجارة. في 2010 انشأنا الشركة. كانت شركة استيراد وتصدير وتوزيع مواد غذائية. كانت شركة صغيرة في الاول. بالفعل. بدأنا نستورد، بدأنا بنشاط الاستيراد. حلو. من دولة تايلاند ولبنان ودولة الإمارات وبولندا في المواد الغذائية والعصائر الطبيعية والعصائر الفوار. شايف حضرتك بتكلمني عن 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 يعني بلاد كبيرة يعني. أيوة. يعني دول عربية كبيرة يعني. عشان كده الدخلة قوية. اتفضل. فعلا أنا كان عندي مثلا أول مرة سافرت برا مصر عشان أجيب كونتينر كان عندي 25 سنة. كنت رايح الإمارات. كان تمام. أول حاوية يعني. تمام. وفضلنا كده يعني لغاية 2015 تقريبا، كانت آخر رسالة دخلت لنا. كنا أنشأنا شركة توزيع. وبدأنا نوزع ونسوق المنتجات اللي خارج مصر اللي جوه مصر. حلو. للسوق المصري. مع 2015 طبعا اتحطت قيود على عمليات الاستيراد. طبق للتوجه بتاع الدولة المصرية في الوقت ده. هي حاجة مفيدة للدولة. حاجة مفيدة جدا، لكن بالنسبة للأشخاص اللي بتستثمر في الاستيراد كان وقع مر عليهم. ان هم يتقبلوا حاجة زي كده يعني. تمام. فطبعا احنا قررنا ان احنا يعني مش هنقعد برضك نفضل نعافر في الاستيراد ونسجل مصانع ونمشي مع القيود دي. فقلنا نتجه للتصدير. طيب ممكن اقول جات لكم منين فكره بقى انكم تصدروا لافريقيا؟ ودي يعني حاجه مش صغيره. أيوة. فاهمني؟ كلمنا بقى عن الخطوه دي. والله هو التصدير اخذنا القرار ان احنا هنقفل نشاط الاستيراد ونصفي شركه التوزيع. وطبعا احنا كان في ضرر كبير علينا من تصفيه النشاط. اي بيزنس لما بيجي بينتهي بيتصفى تحصل خسائر. فقررنا التصدير زي ما قلت لحضرتك، ودرسنا اسواق كتيره. كان السوق الافريقي او قاره افريقيا عامه يعني من دراستنا كانت اقوى قاره. يعني اول حاجه هي من حيث المساحه يعني 30 مليون كيلو متر مربع. تاني
قارة من حيث المساحة، تاني أكبر قارة من حيث تعداد السكان حوالي 1.2 مليار. سوق قوي جدا. في 2002 اتضخت استثمارات أجنبية في قارة أفريقيا حوالي 15 مليار دولار. في 2002 وصلت لغاية 2016 حوالي 49 مليار دولار. تصاعد كبير في الاستثمارات الأجنبية هناك. سوق واعد جدا، في فرص. قارة أفريقيا كانت محققة معدل نمو 6%. معدل النمو ده أدى أن عدد العائلات المتوسطة أو الأسر المتوسطة تزيد في القارة. أصبحت ما أصبحتش قارة فقيرة زي ما الفيدباك عندنا كده بالنسبة لقارة أفريقيا، لا. بقى سوق استهلاكي في حوالي 700 مليون أسرة متوسطة الدخل. الأسر متوسطة الدخل دي أسر استهلاكية. فطبعا كانت الدراسات كلها بتقول ان السوق الافريقي وقارة افريقيا كان اختيار مناسب يعني. طيب قبل، احنا معانا مجموعه من الصور، بس قبل ما نروح لهم يعني خلينا اسال حضرتك سؤال، لماذا وقع الاختيار على دوله اوغندا بالتحديد؟ والله زي ما قلت لحضرتك كده في السؤال اللي فات، احنا درسنا افريقيا واقتنعنا بافريقيا. طيب احنا مواردنا الماليه في الوقت ده كانت تناسب ايه؟ طبعا احنا بنطلع من شركه الاستيراد، في ناس ما تقبلتش الفكرة من الشركة، خصوصا التجارة في أفريقيا فيها مخاطر عالية مش زي التجارة في سوق الدول العربية وسوق الدول الأوروبية. تمام. فطبعا موارد المالية للشركة في الوقت ده كانت مناسبة لدولة أوغندا. حلو. دولة أوغندا دولة حبيسة ملهاش ميناء بحري. فعشان كده عشان تبتدي براس مال صغير كان مناسب لدولة حبيسة. تمام. على عكس دولة زي كينيا أو تنزانيا معدل الاستثمار فيها عالي جدا، رؤوس الأموال ضخمة وموجود مصريين كتير برضك في الدول دي. تمام. ولأنها سهل الوصول ليها. تمام. طيب احنا معانا مجموعة من الصور، أرجو من الأستاذ تامر كده يعرضها لنا علشان ايه نشوف تعليق حضرتك عليها. يعني نبص كده على الصور الموجوده دلوقتي، دي ايه؟ والله دي خريطه العالم كده، وحلم لينا يعني اللي احنا نتوسع يعني. احنا حاليا اربع فروع كل الدول يعني. دي احنا حاليا اربع فروع دلوقتي. طيب والصوره اللي بعدها ده من محجر رخام في دوله اوغندا. كان لينا تجربه كده اللي احنا استوردنا من اوغندا خام الرخام الأونيكس اللي هو النقل للإضاءة. تمام. وسوقناه في فرع شركتنا في سلطنة عمان. احنا عندنا شركة استثمار أجنبي مصري الله. يعني 50% مصري 50% عماني في سلطنة عمان. اللي بعدها ده منتج باسمنا في دولة أوغندا. حلو قوي. ده منتج ايه؟ خط إنتاج. احنا خدنا تجربة خط إنتاج في كامبالا عاصمة أوغندا. حلو. عملنا مصنع اللي هو المصاصة. كويس جدا. الحلويات ده مصنعات سكر. وبدأنا نوزعه في أوغندا، وكنا أول شركة مصرية كان ليها خط إنتاج حلويات في كامبالا. تمام. ده إيه ده؟ ده السجل التجاري بتاع سلطنة عمان. بنقول لهم إحنا مظبوطين. حاجة بعدها ده منتجات برضو. دي مكارولة. اول حاويه دخلت. دي ايه بقى؟ اول حاويه. ده اول كونتينر في 2016 دخل لنا. ده الاكلير. وده ده الرخام. الرخام برضو اللي كان معانا. الرخام اللي كان وده طبعا اللوجو اللي محطوط على دي دبليو ال. ده يعني ايه؟ اختصار لديلز وينر فور انترناشونال بيزنس. وده ده برضك سلطنة عمان اهو. مصنعات سكر ما شاء الله يعني. الدنيا. ده رخام ده ولا سيراميك؟ لا ده الرخام الحجر. ده اللي انت شايفه بعد ما تقطع. ما شاء الله. اللي هو الحجر الكبير اللي كان معانا في الاول. هو ما فيش مصنع في اوغندا بيقطع الحجر ده. ده منتج.
ده اللي هو المصنع، مصنع المصاصة. واسمنا برضك مكتوب على الكرتونة. تمام. دي ايه؟ ده التسويق الشبكي اللي كنا بنقوم بيه في أوغندا 2017. حلو. ده السجل التجاري دولة أيضا أوغندا. تمام. دي بقى ال دي شحنة يعني راحت الأردن من سلطنة عمان. طيب أستاذ حسن، أكيد كان في صعوبات واجهتكم للشركة سواء في التصدير خارج مصر أو التسويق هنا في قلب مصر. كلمني بقى على الحتة دي. والله هو التصدير من مصر الإجراءات سهلة للي عارفها يعني. حلو. للي عنده اللي عارف السكة كلها. اللي عارف السكة والقانون. أعتقد اللي هي سهلة من مصر يعني. لما خرجنا الكونتينر من مصر وراح أوغندا الإجراءات تخليص التصدير ده سهلة. أول تحدي قابلنا كان في جمارك أوغندا. جمارك أوغندا معدل الفساد عالي شوية. طبعا الفاتورة اللي انت المفروض بتتحاسب عليها جمركيا ما بتتقبلش، بيتقبل عنده حاجة اسمها سعر قبول، سعر قبول للطن. يعني مثلا طن المكرونة على سبيل المثال مالوش دعوة بالفاتورة اللي انت جايبها وانت مخلص ورقك هنا وكل حاجة. لا، ما بيعتمدش الفاتورة دي. بالعكس، الفاتورة دي ممكن تكون إدانة عليك، اللي انت لو اجى السعر قليل قوي عن الحد المسموح ما بينه بيدخلك في حاجة اسمها بنالتي. بتدفع عليها غرامة. حلو. طن المكرونة مثلا يقول لك من $700 ل $1,100. ده سعر القبول، انت المفروض تبقى ما بين الرقمين دول. فطبعا احنا اتفاجئنا في الحته دي. هل السوق الافريقي يعني بيبيع جميع الصناعات والمنتجات المصريه ام انه سوق له طبيعه خاصه؟ لا طبعا، هو سوق ليه طبيعه خاصه، ليه مواصفات معينه. انت اتذكر ان حضرتك كنت قلت لي هم بيحبوا دايما الصناعه المصريه. طبعا بيحبوها يعني. طبعا. حضرتك قلت لي هناك بقى هولندا ومش عارف ايه وكده. لكن هم دايما بيحبوا الصناعه المصريه. طبعا. عندهم هو المنتج المصري ليه قيمه. ليه قيمه. هم بيحبوا مصر عامه يعني، البلد هم بيحبوها، بيفتخروا بيها. هنستكمل السؤال ده، بس معانا اتصال الاستاذ محمد الشيخ. السلام عليكم استاذ محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. هل تسمعني؟ سامعني يا فندم؟ سامعك. ازيك يا فندم؟ اتفضل يا فندم. شرفتنا. اتفضل يا فندم. انا سالم. مع حضرتك يا استاذ محمد، عايز تقول ايه؟ زكي اهلا وسهلا بيك يا استاذ محمد. بحب طبعا انا اعمل مداخله عشان اشكر استاذ حسن على المبادره بتاعته ديت، ان شاء الله تكون ليها يعني التوفيق والنجاح. يا رب. يعني السوق المصري لافريقيا، ان احنا حقيقي من الحاجات اللي احنا اثرنا فيها كتير هو حق وطن افارقه عليه، بالسوق الاوروبي، بالسوق الخليجي، بالسوق التركي. وان كان احنا كمصريين احنا افارقه، والافارقه ليهم حب شديد جدا، عندهم حب شديد جدا لمصر. اما لسه بقول له بيعتبر المنتج المصري من اعلى الحاجات. لسه بقول له دلوقتي. نستفيد من الحب ده، نكون افتخر بالوجود ديت، نحترم الثقافه المصريه في الشعب الافريقي. نفس الوقت ممكن الثقافه مهمه جدا للمخرج المصري، ان المنتج الافريقي مش منتج رخيص ولا منتج سيء الجوده. بيحبوا المنتجات اللي هي عاليه الجوده، عندهم استعداد يدفعوا فلوس، وان هم بالفعل بيدفعوا يعني مصاريف عاليه جدا في استيراد البضائع بتاعتهم. يعني احنا في دول زي شرق افريقيا اللي هي ارتجت على المبادره في بدايه سواء كينيا او اوغندا او تنزانيا، معظم البضائع اللي هي استيراد من اوروبا ومن الصين ومن دبي. يعني انا عايز اقول لحضرتك احنا واجهنا اكثر من مره ان انا اشحن شغل للعميل وابص فجاه ان الشغل ده بيتم من دبي والبضاعه كلها بالكامل صنع في مصر. تمام. يعني تخيل الافريقي راح يدفع فلوس اكثر ويستورد المنتج من من دبي، لان هو مش عارف يوصل للمنتج المصري. محتاجه صراحه يعني اراده قويه سواء من المصنعين او من الدوله ازويل يعني في الموضوع دوت. يسهلوا اجراءات التصدير على الصناعة الصغيره، يعني فقط المايكرو والميديوم، يعني اهم نقطه لازم تكون في المبادره. تمام يا فندم. الصناعه الكبيره بالتالي عندها سوق بالتالي. انا بشكر حضرتك جدا يا استاذ محمد. الاستاذ محمد الشيخ يعني كلمنا ايضا عن شركه صفقات الرابحه، وكان نفسي اسمعه اكتر لكن وقت البرنامج طبعا
استاذ محمد شريك معاكم ولا؟ استاذ محمد ده يعني من ضمن الاسباب الرئيسيه اللي احنا رحنا اوغندا يعني. يعني من 2016 معانا، وانا بعتبره يعني اخ كبير يعني. احنا طبعا بنتمنى له كل التوفيق، ونتمنى لكل الناس اللي معاكم كل التوفيق والنجاح يعني. طب نكمل حته بقى السوق الافريقي. بص يا فندم، انا زي ما قلت لحضرتك كده، احنا كان لينا برضك تجربه اللي احنا استوردنا من الامارات المنتجات النون فود زي المنسوجات، زي تشكيل المعادن. حلو. الحاجات النون فود كلها استوردنا حوالي 6 كونتينر 7 كونتينر مثلا، حوالي بعدوا $1 مليون. مليون دولار مبيعات. انا شايف ان مصر اولى بالتصدير ده، اكيد طبعا، خصوصا ان في توجه دلوقتي من الدوله ان هي عاوزه تزيد حجم الصادرات عشان الميزان التجاري. فاحنا لازم نوعي الصناعات الصغيره والمتوسطه للسوق الافريقي، ونفتح لهم فرص تصدير. حلو. بس ده لازم يحصل عن طريق توجيههم لمواصفات معينه، باكنج معين، جوده معينه، سعر مناسب. بالطريقه دي هنقدر ناخد نصيب من المنتجات الصينيه اللي موجوده هناك. انا كنت مسافر بره من 2016 ورجعت في السنه دي. تلاقيت تغيير في هيكل الصناعات المصريه. تلاقيت صناعات استجدت على الهيكل، صناعات جديده. كنا بنعتمد على الصين فيها بشكل كبير. وده دليل ان 2016 كان صادرات مصر $22 مليار. دلوقتي 2019 الحمد لله بنتكلم في $31 مليار. تمام. فاحنا عاوزين نكمل النقطه دي، المواصفه تبقى مظبوطه زي ما قال الاستاذ محمد. الافريقي دلوقتي بقى، التاجر الافريقي عامه بقى واعي. المصريين، المستثمرين المصريين فكرهم ان هنحمل اي حاجه من مصر ونروح نبيع. تمام. وبيتصدم بالواقع. طيب خلينا ناخد الاول اتصال كمان معانا. الاستاذ حسام، الاستاذ حسام، المهندس حسام زغلول. اهلا بيك يا استاذ حسام. اهلا بحضرتك. الله يكرمك يا فندم. اتفضل يا فندم. تحت امرك. الله يكرمك. عايز تقول ايه النهارده بقى ومعايا الاخ الحبيب الاستاذ حسن زكي؟ والله الاستاذ حسن زكي ما شاء الله عليه بالنسبه علوا لي بس الصوت شويه يا شباب النبي. اتفضل يا استاذ حسام. بقول لحضرتك الاستاذ حسن زكي من الناس اللي نزلوا اوغندا في 2016. وما شاء الله عليه يعني قلبه جامد في التجاره، ونزلوا باصناف ما كانتش مطلوبه في السوق وقتها، لكن قدروا يعملوا لها تسويق. الميزه المهمه فيهم ان هم غير شباب كتير، كل المنتجات اللي بيجيبوها كانت منتجات مصريه. تمام. كانوا بيقعوا في عصرات اثناء التسويق. اكيد طبعا. لان التسويق هناك اجل وكده. لكن ربنا وفقهم. وكمان يا استاذ حسام، اللغه والتعامل هناك مختلف تماما عن مصر يعني. هو اسلوب السوق، هو حسن ما شاء الله عليه، هو والناس اللي معاه قدروا يوفقوا نفسهم في موضوع اللغه. يعني بيتكلم افريقي دلوقتي. المشكله ان السوق هناك سوق البضاعه. يعني ما ينفعش تجيب عينه وتفرجها لحد. اكيد. هو كان بيجيب البضاعه على مسؤوليته، بيضطر ان هو ينزل بقى يلف على تجار الجمله والنص جمله والتجزئه. يعني في الاول تعبوا جدا، قدروا بعد كده يبيعوا جمله هناك. تمام. قابلته في 2016، بسم الله ما شاء الله عليهم، ربنا يوفقهم يعني. الله يكرمك. انا بشكر حضرتك باشمهندس حسام زغلول، ايضا شريك معاكم ولا؟ طبعا. المهندس حسام نائب رئيس الرابطه المصريه في دوله اوغندا. تمام. الجاليه المصريه في تمام. دوله اوغندا. خليني اسالك يا استاذ حسن، ما هو حجم العمل الذي تم انجازه على ارض الواقع؟ والله احنا الحمد لله في 2016 ربنا كرمنا بحوالي مبيعات في دوله اوغندا حوالي $240,000. تمام. حجم مبيعات حلو طبعا. مشتريات حوالي 180، لان بيتضاف الشحن والامبورت ديوتي والتاكس والحاجات دي، فبتوصل للرقم ده. طبعا في صعوبات للبدايات زي ما حضرتك عارف. عديناها الحمد لله. بدانا من 70 عميل معانا، بدانا نفلتر ل
العملاء الكويسين لغاية لما وصلنا الحمد لله في 2019 حوالي مليون دولار. طيب خليني بقى أخد آخر سؤال معانا معلش، الخطوات القادمة وهل هناك مقترحات لزيادة حجم الصادرات المصرية لأفريقيا؟ والله يا فندم أنا عاوز أقول لحاجة دلوقتي، إحنا مصر في 2019 31 مليار دولار صادرات غير بترولية، أفريقيا في المركز الثالث بنصيب 5.5 مليار، يعني حوالي 17% من الرقم الإجمالي لصادرات مصر. حلو. الرقم ده مش حقيقي خالص بالنسبة لحجم السوق الأفريقي، السوق الأفريقي كبير ولكن محتاج ان هو توجيه المنتجات والاستثمار به بشكل جيد. ممكن نقدر ناخد ضعف الرقم ده وبسهولة جدا. تمام. يعني عندنا مثلا على سبيل المثال دولة كينيا ودولة أوغندا، صادرات مصر في دولة كينيا حوالي 2% من اللي بتحتاجه دولة كينيا. دولة كينيا بتستورد ب 17 مليار دولار، مصر واردات مصر 400 مليون دولار. دولة كينيا برضك، دولة أوغندا نفس النظام، بتستورد ب 4 مليار دولار، مصر بحوالي 80 مليون دولار بس. تمام. أنا بناشد إن دلوقتي الحكومة لازم تطبق وتفعل اتفاقية الكوميسا عشان خاطر ننزل بسعر تنافسي للسوق الأفريقي ونقدر ناخد نصيب سوقي من المنتجات الصينية. طيب كلمة أخيرة قبل ما نختم، يعني بتتمنى إيه في المستقبل يا أستاذ حسن؟ والله أنا بتمنى إن الصادرات المصرية لأفريقيا دي تنط 10 أضعاف، يعني مش ضعفين وبس. وإحنا أخذنا المبادرة وحابين لو أي مصنع صناعات صغيرة وصناعات متوسطة يتواصل معانا. تمام. هنقدر نساعده لوجيستي في الشحن، في المواصفات، في الإنتاج، نقدر نسوق له. احنا عندنا دلوقتي مكتب ومخزن في أوغندا، في كينيا، ان شاء الله الشهر الجاي في جنوب السودان، في توسع في شرق افريقيا ان شاء الله. اي حد يحب يتواصل معنا اهلا وسهلا بيه. الارقام طبعا ظاهره على الشاشه. وانا بشكر حضرتك يا استاذ حسن، ان شاء الله لنا لقاء تاني. شرفتنا ونورتنا. قبل ما تقفل بس ثانيه واحده يا باشا، انا حابب اشكر جميع الشركاء بتوع الشركه، معلش ما ننساهمش. طيب اتفضل. لان هم يمكن انا اقل واحد فيهم، يعني يعني المهندس هادي والاستاذ ايهاب، المهندس محمد علاء، القبطان علاء، الناس دول كلهم بحب اشكرهم. طبعا بنشكرهم كلهم، وشرفتني يا استاذ حسن، وان شاء الله لنا لقاءات تانية معاكم. مشاهدينا خلصت حلقتنا، وان شاء الله انتظرونا في حلقه قادمه. لكم تحياتي احمد زين العابدين، اشكر فريد الاعداد والاخراج كله، وعلى راسهم طبعا الاستاذ تامر والاستاذ ناصر ومحمد الملكي واستاذ محمود زيدان واستاذ محمد فرحات، كله لكم مني كل الشكر والتقدير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.